نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذا بالله. انت كبعدي موضوع ولاله النوس عيمين ان كهذا الله وهو نغندونا قيب كمده ايات كمده ايات كالله سبحانه وتعالى قران كيس كمده قيب تاسوء الله سبحانه وتعالى ليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. aayadaasi ama qaybtaas aayadda ka midhi runtii macna weyn bay ku fadhidaa qofkii ku tadabbura oo yacni xaqeeda siiya. intaan marka mawduuca u gelin, waxaan idin bishaarinayaa laba waxyaalood. midda u horeysa ay tahay xilliga aynu isugu nimi masaajidkan, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku leeyahay: yataacaaqabuuna fiikum almalaa'ikatu layl wamalaa'ikatu nahaar, waxaa isu kin bedelaya malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala, kuwa habeenkii iyo kuwa maalintii xilliga isbedelayaan. wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay xadiiskaas inay subaxdii malaa'igta soo gasha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u xil saarsaday addoommadiisa inay la joogaan, ay joogaan subaxdii laga soo bilaabo ilaa xilliga casarka la gaaro. marka casarka la gaaro way tegayaan, kuwa kalaa soo gelaya ilaa subaxdii la gaarayo. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: markay ka tagaan oo kuwa casarkii dhammaystay shaqadooda malaa'igtaasi ay baxaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u tagaan, ilaahay isagoo ka aqoon badan oo og waxa aynu samaynayno, ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: kayfa taraktum cibaadii, kayfa taraktum cibaadii, addoommadaydii sidee baad uga timaadeen. marka malaa'igtu waxay ku jawaabaysaa: ataynaahum wahum yusalluun wa taraknaahum wahum yusalluun, saaka waxaan u tagnay iyagoo tukanaya, haddana waxaanu ka nimi iyagoo tukanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka markhaanti kacayaan, waxayna kuu qirayaan camalka aad ku jirto waxa uu yahay. farxad ka weyna ma jirto in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo noo jeeda weliba ribood malaa'igtu geeyaan oo yidhaahdaan iyagoo tukanaya baanu ka nimi. ومع ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحي كله هكلا: إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. إلهي سبحانه وتعالى ملائكة قارب ليه، ملائكة قار كاهي الله وحي أحل صار صدي إن إرهاديان أو سعودان دن ميل السقيمي أو إلهي سبحانه وتعالى درتي السقيمي أو إلهي سبحانه وتعالى حسكي سميلكو هيا. مكن النبي عليه الصلاة والسلام وحي ليه هاي: فإذا وجدوا، مركي كوكا من أركان دن ميل فرد إلهي سبحانه وتعالى دقري سدين تسمى الكوهية،
تتنادوا وسر واقيا كوكر واقيا هلموا إلى حاجتكم أكار يدنتي نواتا وحلوح الصار صدي وحي هيد إن الرهاديان داد خير من أهيا كهيا ملايك تقيم كينا مركي أركان كوكر وقيل لايان هلموا إلى حاجتكم تنتي نواتا ويمادا مرك النبي عليه الصلاة والسلام وحي لمركاس إستر فوليان إلى السماء الدنيا كتغان مرك النبي عليه الصلاة والسلام وحولي هاي حديث كاس واحد مرخانتي كنقطان او مرخانتي كنقطان ان ان ودن بيدافه دتكا ميشه فديا دتكا اسويمي او ميشه فديا ان ان ودن بيدافه مرخانتي كنقدا الى سبحانه وتعالى ان ان ودن بيدافه واخ وين رنتي ادي اد وين ويان وحين اسغو نيمي واخ كلا ماها وحين رادين ان الله سبحانه وتعالى دم بيدافكيسا وحين الله كبريا فديغان مانت اسغو نيمي سدان اسغو نيمين ان الله سبحانه وتعالى جنة اسكو هاي كينو وحين الله سبحانه وتعالى كبرينا dadka kan isuu yimi in ilaahay subhanahu wa ta'ala u dambi dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxan ka barayna diinta inuu nafaansiyo qodobka labaad intaan u gudbin mowduuca waxa weeyaan in xusuusinaya bisha ama xilliga in ku jirno maanta bisha shacbaan loo yaqaan oo nabiga kaleey salaatu wa salaam u amaanay inay khayr badan leedahay oo la doonayo in laga faa'iideysto laakiin dadka qayb aan ka faa'iideysanayn dadka nabiga kaleey salaatu wa salaam ba sheegay wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wa salaam hadiis ku leeyahay habeenka nisfu shacbaan la gaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisu soo eega waxaanu malaynay bisha maanta 12 meelas weeye shacbaan dil hubiyo marka wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wa salaam 15 bisha shacbaan marka la gaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala fa yaghfiru allah li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahinin ilaahay adoomadiisu dhamaa u dami dhaafa إله سبحانه وتعالى أدوم هذه صدمة ودم دافع إلا لمشرك أو مشاحن قف مشرك موية هي مشاحن مشرك حاجة نقدر يسوي نغنى قف إله سبحانه وتعالى شرك ولي مويان الله سبحانه وتعالى نوح التمام يا إنه ذنوب كل دافع إلا شرك موية مشاحن نوح إلى هذا قفك قفك لقلبك وحمان وجهية قفك قفك لقلبك وحمان وجهية هدي الله قف حمان سجهيان إن أدمت قرنا إلهي سبحانه وتعالى أن قتان ويسعى في سام ويسيم هبين كنوع عاص وكلاء فلقة بدن إدم دافع وقله والنبي عليه الصلاة والسلام نوشى هبين كخميس تاع إيمان تا سنين تاع لبدا مع الموت با إلا إلهي سبحانه وتعالى أدم دافع دس كذا ما أنتود إلا لبق في قلبه وحسوها يموية ما قص النبي عليه الصلاة والسلام وحجر ملايته وحلقورنا يا انظر هذين حتى يصطلحا لبدا قفوك هذه لا انتكشين يا ما قص لبدا سحل لجاس falliga badani inay ka faa'iideysano ayaan runtii aan ku baraarujinay hadaan soo noqono mowduuci aanu ka hadlaynay aayada Allah subhanahu wa ta'ala oo noo tilmaamay wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan macnaheedu waxa weeyaan dadku inay isu dardaarmaan oo isu kaalmeystaan wixii wanaag ah iyo wixii Allah ka cabsiya in gacan la isu geysto qof haduu wanaag u dhaqaaqo midalan programkan maanta la soo diyaariyo oo kale hadii qol u dhaqaaqday inay soo diyaariso inta kale inay gacan ku siiso iyo dadku inay isu kaalmeen wax ismiga loo yaqaan xumaanta loo yaqaan dambiga loo yaqaan sida dad akhii uu ka hadlayay riwaayadaha iyo waxa la midka oo kale aan gacan la isku siin oo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga fogaanayo qof kasto aad geyso oo aad gacan ku siisay dambigiisa iyo cidii si sameysa dambigooda waa si leedahay marka ayadu insha Allah ta'ala waxay ku wareegaysa inaynu wanaag isu kaalmeysano inaynu wanaag gacanta isu qabano inta marka loo gudbin aan wanaag la isu kaalmeysto aan tirin doono insha Allah ta'ala waxa mudan culimadu waxay ka yiraahdeen wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa erayga ta'awanu maxaa la yiraahdaa culimadu maxay ka yiraahdeen isu kaalmeysi maxaa la yiraahdaa marka u horeysa عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كتاب كيسا تيسير الكريم الرحمن ليراده وحاول ليه الإعانة هي إتو كالميسي قال الشيغي وحاويان الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور عليها أو بفعلها وإن للي ماذا أو قفك للي ماذا وحكست يأرنكست أو خير الله أمري إن لسميه إن لسو كالميه ويان wax kasto wanaag qof kasto sameynaya ina ku kaalmeysan wayaan iyo wamtinaa'an an kulli khaslatin min khisal ash-sharr al-ma'mur bi tarkiha iyo in laysu diido gacanta la iska qabto
وأن ليسوا أقلانين وحكستوا شرك إيمانيو أما شرعه أو ليسوا ديدين لسميو إنتين هدين كأمسنو مثلا تسالة نكسو قادنو هدين كأمسنو روايضها لسمينيو روايضها لسمينيو يدنوب تلقليو دادكو سمينيو هدين كأمسنو دادك عذاب تسوق غاريسا إنقنا من سوق غاريسا نبي عليه الصلاة والسلام وحليه حديث كله هاي والله قفك ظالم كأظلمك سمينه يقعنت أتقمن إنسان أودي إنسان أما إلهي سبحانه وتعالى عذاب وإنس ودرايا كل جن عام ميزة لا أرن ما يقيب ترى دمك سمين يقيب ترى ما سمين هذه دمك إنه بتو فسق إنه بتو إلهي سبحانه وتعالى وحص ودرايا عذاب إن عام ميزة نمانتين مرق قفك واحد الدون يا ملك استو تاجي هاي سينو أرك دونه إنه قعنك جيستو وناك استو الله يو حمان كستو ميل وها ير إنه قعنك جيستو يدور حد هذا سدو جوجن لها مركز سوى سيوده عبد الرحمن السعد وحوليه فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونه غيره عليها من إخوانه المسلمين قفك مسلم كاهي أدونك وحل أمري إنه وناك سيسو سميه نفهانت سينو وناك سميه وحك الله أمري إنه قعنك سيو أو كتا غيره ذاتك ولاليه سوى مسلمين تاه كتاب كانوا تلماني مجلد اللباد بكسو ساريا صفحدا أما بيشكا لو بقول يسدر إسدادات سيدوك الوحى الويدية سفيان بن عيينة قرن إيسان رقع علماء وويناء محدثين تها وحى الويدية عن قوله تعالى وتعاونوا على البر وتقوى آيادا عاو إيمانتين وكهالين المحاضرة آياء الويدية وحى الويري آيادا سمحيتها معنى هيدو إنا نفهنو وحى نوكينينا وحى ويان إنا نفهنو سلفكم حي كي راهدين سفيان بن عيينة وحيري هو أن يعمل به أو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه وحو يبير وحا لقوضا قفكو إنو وناق إسو قعانت سكو سميو أن تعمل به قفكو إنو قعانت سميو حسميو ويان إنو وناق سمي سويه وتدعو إليه ذاتكي إنو ويرتو ذاتكي إنو دواغضو مركا ذو وناق سميني سيد أما أدارت وناقان أو دا إنو وناق في عيه هاي ذاتكي إنو ويرتد وهو كوس وكوس درايا لي وتعين فيه ذاتك إنا وناجو كالميزه قف به وناجو ذه إنا كيستك تماه وإنا هدوء جانو بهاي هاي أدق عنك جيسته هدوء بهاي إنا وحلق بته إنا كغيب إنا كغيب غاتو ويان وناجا إسقى إمام قرطبي رحمه الله تعالى في كتابه أما في تفسيره لإراد الجامع لأحكام القرآن لإراده أيو مجلد صدحات وهو كوس صار يولي هاي مركو أيدا كهاليو هو أمر لجميع الخلق بتعاون على البر والتقوى أيضا وحي كهل ليسا وحك لماها أيضا وحي كهل ليسا وأمر ويان ليسكو أمريو لجميع الخلق تتك دمانتوت خلقي دمانتي سبا وحلقو أمريا بتعاون على البر والتقوى إني وناك سكا الميستان إني عبسي كعبسي سيد الله سبحانه وتعالى سكا الميستان وحك السوء وناك هجره إن الكسي حتى ما وين أقعد جيسي تويان وين أقعد عنك جيسي تا خيرك على كبلو نفط على كبلو عروت على كبلو تذكر الجارسي هذا أرت واحد وأنا كجره وحوي أرنك إسجاه وكو خصبنت هاي أمر بكوبته هاي بليه إمام قرد رحمه الله تعالى إن قفكو سمي ويان ما كوحي لي ليعين بعضكم بعضا ساقي بقي بتكلوك هالمستان وتحاثوا على أمر الله تعالى واعملوا به إنا إسكو يعني بورسان إلهي سبحانه وتعالى أمر كنو سينايو وتعاون على البر وفعل أمر ويان ولا سمرايا إسكو كالميس لبلو الأمرايا مركبوح أولي هاي إنا إسكو بورسان على أمر الله تعالى وعملوا به إلهي سبحانه وتعالى أيضا إن أمرايو أح إنا وناقا كالميستان وآتميسان إنا إسكو بورسان ويه ميلو بلا إستاكتو قفل بأوشاكتو وكبرا رجزو هادا أريتم وناق وحان كجيرو إنا دولاشا كبرا رجزو ويان إنا ولاشا كبرا رجزو ويان أذقنا وحيات قبطان مكوح لي هاي وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه يئنا اسكيلا لسانه كجوك ستان وحكستو الله سبحانه وتعالى نكرر يا بي والله سبحانه وتعالى ندي دي أرنك إساقا وحو لي وحو وافق يا نبي عليه الصلاة والسلام قول كيسيها الذال على الخير كفاعله قفك ذاتك خير كتسيه ذاتك قفك خير كتسيه وحو لمدي هاي قف سمين يا بو أكلاب المدي ما أنت وناق أن نسوك هاي رميشان ذات كشقيي أو هوشان سوق بنقابيي أو برنامج كان سوكياني أجر كودوا ليهن
أجرك إنغو إن هلا أوكلنا وليهن عدك سول سي قارسيو أجرك إهلان بليهن وحلقة يا بين الصدقة تجاري نغطو وحلقة يا بعد لذا حلقة دحل محاضرات كان لسمين أيو أو ميرو بالسي قارسيو إن السندات سنة سعودان أو دتك أرنت سوق بن قابي سو كيري إلهي سبحانه وتعالى نفع ورقه أنت أوسع نساء قفك الصوم على أوسع نساء مركب وحوى يقفك دتك خيرك تصيا وحو لمدي هاي سيد قفك السمين أيو كلويان هذا ما أنت ميل دم بسميسي أدرج هيسا دوري وكل هيستا كليه ودوبه هيستا كليه ودوبه هدي أوجان لها واحد يبكي سو جارية هدي أوجان لها يبكي سو جارية سيدن بيكي سو جارية ولا جمس مين لأن مجالك استول لجيو ملك استول لجيو قف كستول لجسدن بوسعدة والمرة واحد مقال واحد هذا هيسي تدوباتنا يدي بس لجسنا يا قف يعني هيستا دوبي أوجان في عن تدوباتنا يدي مركو هيستا دوبي إلى ما أنت دم بوسعدة إلى ما أنت دم بوسعدة قف كستو دغيستا قف كستو لو ديبو دنيو او سوناي ويان قف كاسو دمو ايماناي اخو ايماناي سبب بو حويان سي كاسو قف كو توكانايو سي كاسو قف كو سلا او سمينايو هدي عملكي وانو كتوبت كين لكن او لوغو هي كولا جيرو مالنتي قيام الله ايمانيسا نبي عليه الصلاه والسلام حديث وحو كو تلمامايا صحابده وحو كو ييري ما تقانين قف كمفلس كلو يقان مفلس كي قف كلو يقان ما تقانين مفلسنا وحو نقان قف كبانك رسبي كو دعويان قف كعيبا ليراد وخبا هيسن صحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحي تمام وحي كل رادين المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وقف كان لعقنا هيسن يعني حولنا هيسن وحبا هيسن نبي عليه الصلاة والسلام وحي جليه هاي ومدى المفلس وحل لهذا قف كان مانت قيامة انتو يماده يسوى الصوم بدن ليمي يسوى الزكاة بدن ليمي يسوى حج بدن ليمي عمل بدن بليمي وغشتم هذا وغضرب هذا وقد قتل هذا وكما قال كانوا سودري كانوا سوعي كانوا سوحمي قفك يا اساس سمي اسمه كدرنيا قف كانوا دنبسي دنبسي كانوا انت اوغي ما النبي عليه الصلاه والسلام وله نكي دروبت بدن ليمي يعني قفكي ليمي وناق بدن ليمي او سونك بدن ليمي وها وهي عملكي سيبا لا سو قاديا وها لو قيبينيا ددكي يعني دنبي هو غلى هدي عملكي سو دمادو او صحبه كوارين دروبته دي با لا سو قاديا دوش لا ساريا مك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بعد النار تلو جيدايا قفك إسقاهي عمل بدن بليمي سيد النبي عليه الصلاة والسلام تنا صوم بدن بليمي سك بدن بليمي مركه هدي أدتك وناك تستو أنت أي سمين يان وناك أي سمين يان أجر بكو صعدة هدي أدتك حمانت السنة أنت حمانت على سمين يو أنت قف بقف ودي بايو قفك استو حمانت كغيب قال دم ببوهريا أن دم بيجي دم بلا مدهريسا مرك الله سبحانه وتعالى إن حقيس وعررتان ويان مرك الله سبحانه وتعالى يهي ففروا إلى الله تاسويان الله سبحانه وتعالى كسو عررت وحكسو دروبة والله سو عررت ويان مرك سنة المعنى يام قردو بكتاب كس جامع لأحكام القرآن ليرادو أيوه كشيغي مجلد سدحات بقى سدحي سدنادو يان وحكرو إن شاء الله تعالى وتعاونوا على بر والتقوى مرك عمرو كهاللين كهاللان كتاب كتفسير كاللويقان غاسيني كاللويقان أو محاسن التأويل لويقان وحول لي يهي مرو كان لاي ان دتك يسو كالميستان باب كستا اما الباب كستا او خير لغا هليو قفكه مسلم كا واجب اي كتهي بل امام ابن قيم رحمه الله تعالى ايات داكليه ايات داكليه بو كتاب كالفي سو سفر كجره رساله لو يقان رساله تبوكيه ليرادو ايات دان بو كو بلابانايا ايات نو كو ختميا انت معاني هو سيمانيسا يو انت احكام هو سيمانيسا يا أنت تدبر هوس إيمانك إذا ما تدبر إيمانك يا وهؤلاء يا مرك إمام ابن القيم رحمه الله تعالى استملت هذه الآية آية دان وحي كرنستي على جميع على جميع مصالح العباد أدوم هذا مصالح ذو ذا ما أنت بآية دان كرنستي آية دان وحي كهالليسا تتك وح مصلحة مصلحة وجود ما أنت بكهالليسا في معاشهم ومعادهم فيما بينهم وحك استودح ذو ذا هذه او يعني وضعن كود اهاتي ان نولش دمانت اهاتي بي كهليسا وها انت كو سدر و ليهي ايد سين لا سكون لبا قيود بي كهليسا لبا قيودنا وها ويان منا وانا غول سو كالميستا ويان منا وها ويه انان ليسو كالميسن وها لو يقانو ذنبغا اما اسمي لو يقان marka waha u leeyahay fa inna kull abd la yanfaku an hatayni al halatayni wa hadayni wajibayn قفكو سدي سبا لبدا قيبود او ايدو اي كهادشي كدحدخ ما يبليه وحو ليهي قفكو اما ايدار وحي كتوسيسا وح اسغ الله سبحانه وتعالى كدحيا وحي كلو كتوسيسا وح الله سبحانه قفكه اي قفكه كدحيا
خلقي وح كده هي يا إلهي سبحانه وتعالى يا أدونك وح كده هي أيه كتوزيسا ما كده ما أنت إنه وح كورة جسابي لي هاي قفكم إيش أكريه وكهلي كرو وح لو يقانو سعادة أدونك يا آخره إيش وكهلي كرو إمام البيهقي رحمه الله تعالى من هو كهل لا يبرر أيضا كجرته وح لي هاي وح قيبيي سين لسعنا إيمانك وح لو يقانو قيبك لدوان بليه مرك وحو ليه اي بابو في التعاون على البر والتقوى وآيضا غيشيغيسا وقيب كمده قيبها إيمانك إيمانك وقيب سيني هايسي نبيك عليه الصلاة والسلام وتلمامي إلى اللحظة يدور شعوب أما تضبات يدور شعوب نبيكو شيغي مرك وحو ليه اي خيرك لسوكا المستوه وناقو لسوكا المستوه وحا اي كمتهاي إيمانك اي كمتهاي وحو نسوك حي حديث كورنا اي نبيك عليه الصلاة والسلام حديث بخاري ورنا أولي نبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصره أولي نبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وحي هانجرت العلماء ذي لهذان ما مهجرت به هانجرت نبي عليه الصلاة والسلام كور حلق جاهلية ده هيد ما مهجت به هيد ولالك أغرقار هدي أظالم يهي وسو ظلم قصمينا يه هدي أقدرن يهي يهدي لا يقدرن يهي لبرب أوهيري انت هذا سمجرين ولالك أما وراشا هدي لا يقدرن يهي يهدي قدرن تهي لبرب أوهيري قعنسي قربسي انت هذا أورنجرين دتك يعني دتك مشركين تها أما جاهلية ده لكن النبي عليه الصلاة والسلام انت أمرك وشيغي أيوب بدل أمرك وحب ليه هاي انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أغرقار هدو قدرن يهي هدي لا يقدرن يهي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام بيوذي وحي كل هذين رسولك إلهي قرن مركة ومظلوم يهي مركة لا يقدرن يهوان وقرن وقر قارن قعن بان وصينينا لكن مركة قفك الظالم كوي سيبا وقر قارن قفك الظالم كوي سيبا وقر قارن مكن نبي عليه الصلاة والسلام وحي يري قعن تغمان يسا ظلمك وسميني يبا قعن تغمان يسا أرن كاس بقر قار كيسا هذا عرض مركة قف ظلم سمين يهي iyo qof dulmi lagu sameeyay labadaba waxa waajib kugu ah in aad labadaba gargaar siiso kan la dulminayay u heeli kan daalim kaana gacanta qabo bal nabiga kaleey salaatu wa salaam waxa uu tilmaamaya hadis ku tilmaamaya qof dulmi yaan dulmi lagu sameeyay oo aad soo aqmartay oo aad u gargaarin waxyala cadaab qabriga weeyaan hadis sahiha nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu ku leeyahay umira bi abdin min ibadillahi an yujlada fi qabrihi 100 jald وفي النبي عليه الصلاة والسلام لي هاي أدون أدوم هذا إلهي كم ده بوح الله أمري قبري إسوه كجرة بقول جادة نغرفته بقول شابوك نغرفته وإن غنى يعني جلدي وح الله إراده وأنه كم العقوبات لقصة ما يددك قففك سمية أما خمري قعبة أما وحي لم يدعني يعني سمية سيدة حتى يعني وح الله يقانه قففك سمية ما كان النبي وحي لي هنين قبري كجرة دنتي أيا وح الله أمري بقول جادة نغرفته بقول قور إن لقراعه أي الله أمري مركب وحل يري النبي عليه الصلاة والسلام وحليه فما سال يكرره يعني أدونك كمزول إلو إلهي سبحانه وتعالى كل علنا ويدي سنة إن لقغفي فيه حتى صارت جلدة واحدة إلا الله قد يقول هالمر إن لقرف لقراعه بس قبري بكجرة قبري عذاب كي سنة وحوه هي النقام ويان ويعني كسو كان كتاب كي سنة marka ilaahay ba ku ceeshay boqolkaas goor oo la garaacay in laga daayo hal mar kaliya la garaaco wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam hal mar baa laga dhigay garaacay marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yahay faduriba hatta malaa qabruhu naaran hal mar baa lagu dhuftay ila qabrigiisi uu dabla buuxsamay naar baa buuxsaday qabrigi ma naar ka buuxsantay wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuu nasuuxay falamma afaqa marku soo kacay marka hal mar baa lagu dhuftay yaani miyirki baa ka tagay koomu galay qabrigii si naar baa ka buuxsantay sayyid nabiga kaleey salaatu wasalaam leeyahay markuu soo kacay marka soo miyirsaday faa wuxuu yiri baa faala ma jalatumuni maxaad ii garaacdeen maxaa la ii dilay maxaa la ishaabu galay ku dhuftay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri qiila lahu waxaa lagu yiri mararta bimadlumin falam tansurhu wa salayta salatan wahidatan biqayri dhuhurin waxa soo martay qof la dulmiyay baa soo martay uma aadan gargaarin gacan ma aadan siin salaad hal salaadna waxaad ku tukatay dhahar la'aan baa ku tukatay
لبدا سوحيالود با نكاس قبرك لغو عذابي لبدا وحيالود با قبرك لغو عذابي صلاة أوتو كذي هل صلاة أوتو كذي يعني ظهار الآن أوتو كذي ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحا وكل يهي فإن عامة العذاب القبري وحيال أوبا أوبدا وعذاب قبرك كينا وكاذد ويان كاذد قفكو أنصفا عن سكرد مين ومتقان نيدو كاذد كتال السعودة أما فوضيست كاذدي مركي وحيال النبي عليه الصلاة والسلام كاذد اسكرد مين مركز كاذدسان والنبي عليه الصلاة والسلام وطول صومر لبن قبر كجرة لبنن قبر كجر صومري فانهما يعذبان بالنبي يقول لبن قف والعذاب يا مرك لو ودي ما حلو عذاب يا روح يقول مت كمده كاذ سفع انس كما نسهجرين كاذ سفع انس كما دمهجرين كان كلنا وها ددك نميمد لا يقانو كسودو بوها لبن قف كلا قاده خبر كلا قاده سو دريران مرك وحان كسو ودا نينكاس قبري وها لو عذابي وعذاب قبري او يمي مررت بمظلوم وها سو اغمرت قف لدلميه با سو اغمرتي ومن آذن قرقارن قعد ما نسين مك النبي عليه الصلاة والسلام وحي لي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قفك ورالك يا قرقار هدي الظلم سمينا يا قردرن يا هاي يا هدي لي قردرن يا لبضبا ولد وي النبي عليه الصلاة والسلام وحي تلمامي قفك الدنبي سمينا يا أو قردرن قعنتا كغبو إنا قعنتا قبتويا أرن كاسا وحي يا هاي أن قرقار كيس أرن كاسا وحيالا مركا لدونا يوه إن ذاتك مسلمين تهي إسو قرقار سدان وها كمدة في مجال الدعوة ونصرة الدين دين الله سبحانه وتعالى وسود الجيي إن قعان لإسكسيه سي لو قرقار لها دين تهي إنك وحي أباها نايكلي إنه دقاغنو لك إله سبحانه وتعالى وحو بلان قاضي إله سبحانه وتعالى وحو بلان قاضي دين تاني إنه يسعون يسعوا وارسوا ميرو البقاريسوا وفي النبي عليه الصلاة والسلام الحديث كله يهي لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار يعني دين تاني واحد أي قاريسا أو دين تاني ويتقيسا هبين إيا ما الميش أي قاران دين تاني محمد عليه الصلاة والسلام ميلك استقوه قبل كانوا وقاروا أما قرحة أي قاروا هبين إيمان قاران وي قاريسا طبعا معنى هيدنا واحد ويان إلهي سبحانه وتعالى بوحو بلان قاضي إلهي سبحانه وتعالى بوحو بلان قاضي إن الدين تانا ميرو بقاريس لكن نقول حال نكربا قعام بل نكربا نبي الحديث بوحو كله إن الله سبحانه وتعالى زوى لي مشارق الأرض ومغاربها الله سبحانه وتعالى وحو إيسو الضمي ويتصي قرح ذا كصوبح يدي إلى قرح ودعي ذا الدونك ميشي قرح ذا ودعضه يا ميشي كصوبح ذا فإلهي سبحانه وتعالى إيمو جي ويتصي مكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي إن أمتي سيبلغ ملكها أمد إذا ملك جد وجاريا ماشاء الله تسي وجاريا إلهي سبحانه وتعالى دين تنا وجارسينا يا ماشاء الله تسي أو قرحك صباحا يا قرحة ورعبا دين تنا وجارسة أو واحد صعون يسويان أو إلهي سبحانه وتعالى بلن قاضي إن دين تنا مل بجارسه لكن نقول حال نكدونا يا إن الله نما أغلى نمانه إن أغلى نمانه هديني ولا بوصيحه إلى هدين تاني ملك محانا قلقنا نقع واحسعنا يا ماه مروا بالله سبحانه وتعالى وعديك سوى فليا لك هديك حجوك ونغنسا هديك انتحانك ونغنسا الله سبحانه وتعالى مروا كهل لي أدو مديسا وحولي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وحن نغتان إله سبحانه وتعالى دين تيسا كون قرقارية أنصارت الله سبحانه وتعالى نغضى سيد النبي الله عيسى عليه السلام وقولها داد او قرقار حوارين تلو يغانو سيدوها إذا كنا قرقار أسمية نبي عليه الصلاة والسلام قرب كسية إلهي سبحانه وتعالى دين تاو ميرو بقارسينية مركا يدا يدا هي مركو إمام ابن كثير رحمه الله تعالى وكه الله في بداية والنهاية كتاب كلا إراده وحوليه فقد حض الله تعالى عباده المؤمنين على نصرة دينه وأوليائه وحولي هاي إلهي سبحانه وتعالى وحو كبرى رجنيا وكبرنيا ومديسا ذاتك مؤمنين تاوحو كبرى رجنيا وكبرنيا على نصرة دينه دين تاينو قرقاران دين تاينو قرب سيان دين تاينو قعان سيان وأوليائه إلهي سبحانه وتعالى أولي ديسا ذاتك دين تاك الشقينيا وإلهي سبحانه وتعالى تقوى ديسا إيمان الله هلاي ذاتك أحد أولي الإرادة ذاتك الله سبحانه وتعالى كحنا ويان إنه قعان سيان ونصرة نبيه النبي عليه الصلاة والسلام
إلهي النبي سنة متقانا إنه أقرقاران ومعاونته أكاس آيات كسو قريمرك إنه يكالما يستان كالما كسيان قعان كسيان على إقامة الدين دين تان أوقد ديدا دين تان أوقد ديدا إن قعان لغسي وقفك استوتاقان يا إلهي سبحانه وتعالى إن دين تيس لفديو وميوب لقارسيو وسائل كسو الله استعماليو كبعد آيات دان تلمامين بسوقاتي ودتك مؤمنة الله سبحانه وتعالى كل خطابيو أو كلها الله يو إنه ميوب لقارسيان وأنصار نقدان مركا وحلي ولهذا ينبغي أن يتعاون المسلم مع أخيه مسلم في الدعوة إلى الله أرنكاس أوغد باوحام يعني هبون إن قفك مسلم كاه ولكن مسلم كاه دعوة إيا الدين تيقع عنكو سيو دين تيقع دعوة إيا عنكو سيو ملك صلى الله عليه وسلم كالي ما أنت كلمتك الشيك أما كالي بتغانا لتك أوتر وحوص الشيك كالي قرآن كان سو آخري إنا قعنتك تويان إنا قعنتك بودوه رسك تويان موقفية لأوع ذاك دين تسلامك نبيك عليه الصلاة والسلام مركي كعب وشيغن جري نيك لورن جري والنبي نبي شيغن جري نبي وحو انتو استاغي صحابة احد وحو جري نينكا يا ايغا سو قبانا يا بجري مع سلامة نينكا يا ايغا سو قبانا يا هل اللي باقعان تاغي انا سو قبانا يا بجري نينكي با لوقو فاتحي نينكي با لوقو فاتحي مركي مركي لوقو وحا يا سو قبانا يا انا يعني قرقار لتي ما دو انا قعان كسيسو الهي سبحانه وتعالى دين تسيو سعون لهيد اتكفك تويان ومع ذلك ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه علماء ذي الهدى وإسلامي وهوها ورقة نبي عليه الصلاة والسلام مركي آيات كي أسود دقين أو نبي عليه الصلاة والسلام آيات كي سؤري عنو مرأي أنت مذثر سود دقتي ونبي عليه الصلاة والسلام وصو أرضي وويمي خديجة رضي الله تعالى عنها ونبي عليه الصلاة والسلام يعني كرباء يعني مرأي سساري خديجة موقف كي استاكتي وحي هل إني قرقار دين تاسي سوحي كنت النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى مركو جن مايو محمدو إلهي سبحانه وتعالى مركو جن مايو محمد عي ذاتك قرقارتا وناقا كو قرقارتا تعاون على بري ذاتك وناكو سميسا هدا مركو قف ولا لكا يا مقبر ولا شاية قعانكو سي سوحي وناقا إلهي سبحانه وتعالى مركو قبحي مايو فالنبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحه كله والله في عون العبد ما كان العبد ها في عون أخيه إلهي سبحانه وتعالى قفك كسولي ما ينو قرقار أو قعان سينا انت قفك أنا قفك لو مسكين ولا لكي قعان سينا قفك لو مسكين مرها قعان سيسو إلهي قعان بوكو سينا قفك لو مسكين مرها اللعاق سيسو إلهي اللعاق بوكو سينا قفك لو مسكين مرها واحد سيسو إلهي وكوب بدلايا والنبي عليه الصلاة والسلام وحه وليه حديث بوحه كله قرق يقان مساجدك مساجد كيغان وانت اس او بقروك يعني كون كفل لبدا مركي ميلها كلا كنت كنو بوحو ليو انا مساجد كان فديو بيل او كو اعتكافو وانا اسكا ده فديو وحا ايغا خير بدنا كو جعلهاي كجعلهاي انا قف دنتي اسعضو قف دنتي انا اسعضو وان يعني قف جرنبان مثلا عسدو الله قاضيا انا مساجد كو اعتكافو فريستو وحا كجعلان لها ارنكا انا سميو يعني منزلت بي كل مساجد كفل لبو ليهاي لكن مربع مساجد قال قفل البدنية هاي أعماش ويكلف البدنية تفاوت بكليين عمل أسمين يصير مربع لقيا بينه كان كعمل كفي عن ياي مساجد قال إنس كفر ديو يقفل أجر قف كان واجرني ياي عسوتال قو حق جيان وبلواي قف كاس أكو خير بين عدو ما كان النبي يقول إنام بالفر ديو مساجد كا أو إسكا اعتكافه وهاي يقخر بين قف ولا كي دنت زناك شقينا يو ما كان تعاون على البر والتقوى ما كان خديجة ويك حيسي نبي عليه الصلاة والسلام قال إنسا ورقة من نوفل بيوكيس نكا إساقا وحو أها دادكي نصارى النقضي دادكي نصارى النقضي ومشركين تمركو رأها نصارى النقضي لغدا لو يغاني عبرانية دا أيوكو غرجري مركو حو غرجري وحا الله تلماما إنا يهين نبي عليه الصلاة والسلام سين لسعنه يعني حين لغي نبي لسعو ساري وحا جي داد دور قارية داد دور قف قارية ومقالة مكجوغي وموحيينها ودينتي النبي الله إبراهيم حكو عابد جري نيكاس سو كميدها سد علماء ليهين ما كان نيكاس لو كيناي نيكا marka lo keenay wuxuu jiri hadii aan ku soo gaaro maalintaada maalinta lagu soo saari doono lagu saari doono magaal laga saari doono waan ku gaaray ku gargaaraya gargaar xoog badan baan ku siinaya laana kitabki uu haystay marka isaga aha bu wuxuu ka gartay nabiga kaleey salaatu wasallam ala madisa in nabiga kaleey salaatu wasallam uu yahay nabiga haqa inuu yahay in nabiga kaleey salaatu wasallam uu yahay كي الله سبحانه وتعالى أصدري النبي عليه الصلاة والسلام يهي متك ما أنت أمدن الله صدري إنه كبد بهذه هلاك أي كسو غيهين
marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri oo ma lay saaraya nabigu xaq buu la yimi xaqana marba qofka lagu naca xaqa alla timaado marba lagu naca nabiga kaleey salaatu wasalaam baa lagu saaray markaas wuxuu ku yiri markii waraaqo uu ku yiri waxa la timi wixii nabii waxa ku yimi naamus waxa way naamus kuna malagii uu iimaan jiray oo khabarka uu keenay nabii ilaahay muusa baa ku yimi hadaan yaan noolaado buu yiri xilliga lagu saaro oo magaalada laga saaray oo ku gargaaraya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yimi malaa'ikada macna ma lay saaraya wuxuu yimi lam yaati ahad mithla ma jiita bihi illa uudiya oo kama qaal wuxuu yiri waxa la timi cid lama timaado illa walala culooba khayrkii wanaaga la timi qof lama yimaado illa walala culooba marka ninka isaga ahi wuxuu muujiyey nabiga kaleey salaatu wasalaam u muujiyey gargaar aad iyo aad u xoog badan inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu gargaarayo innaga marka waxaan ka doonayaa waxa weeyaan inaynu diintan u gargaarno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aynu gacan isku siino weeyaan waxa uu leeyahay jaabir radiyallahu tacaala canhu makatha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu joogay bimakkata cashara siniin magaalada maka toban sanuu joogay yatbacu naasa fii manaazilihim bicukaatin wamajannatin wafi lmawaasimi bimina nabiga calayhi salaatu wasalaam toban sano magaalada maka joogay oo dhawaaqayay oo qaylinayay dadkana wuxuu u raacayay mar walba xaafadood u raacay meelaha laysugu yimaado suuqyada laysugu yimaado iyo meelaha mawaasimta laysugu yimaado sida mino oo kale ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tegi jiray oo ka dhawaaqi jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray man yu'wini yani yaa idumaaya yaa isoo dhawaynaya dadkiisii baa saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa isoo dhawaynaya yaa isoo dumaya buu nabiga calayhi salaatu wasalaam odhan jiray man yansurunii yaa igargaaraya yaa gacni siinaya xataa uballiga risaalata rabbii walahu ljanna ilaa an risaalada alla subxaanahu wa tacaala aan dadka gaarsiiyo qofkaasna uu janno helo yaa isoo dhaweeya oo gacni siiya oo diintan gargaar igu siiya oo qofkaas janno helaa maanta markaynu qurbaha joogno marka oo aynu meeshaan joogno nabiga calayhi salaatu wasalaam magaaladiisii buu joogay saa u dhawaaqayay oo laga yaabo inuu garab iyo gacan ka waayay marka hore ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u furay oo cid walaba la colowday waxaad ogaataa marka inaad lagula coloobayo khayr kasta oo aad la timaado iyo diin kasta oo aad haysato waa lagula coloobayaa laasiyamaa qofka waddankan joogaba ma nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis buu waxa uu ku tilmaamay uu leeyahay ya'tii cala annaasi zamaanun waqti baa dadka u imaan doona waxaa imaan doona waqti baa imaan doona qofka diintiisa haystaa qofka diintiisa haystaa oo diintiisa ku dhigani kalqaabidu cala aljamra wuxuu la mid yahay qof dhimbil naara gacanta ku haysta qof dhimbil daba gacanta ku haysta ma ku hayn karaa dhimbil dad gacantadi lagu saaro dab lagu saaro miyaa ku hayn kartaa xilli baa nabigu wuxuu leeyahay waxaa imaan doona buu leeyahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam qofka diintiisa haystaa oo ku dhegani uu la mid yahay qof gacanta dab ku haysta cid walba la coloobayso oo cid walba ay fiirinayso ba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiis ku tilmaamayaa oo uu leeyahay diinta alla subxaanahu wa tacaala waxa uu soo saaray diinta alla subxaanahu wa tacaala waxa uu soo saaray si qariib abuu ku soo saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam keligiisa qaylin jiray keligiisa dhawaaqi jiray ilaa ilaahi subxaanahu wa tacaala u gargaar helay waxaa dhici jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada maka isagoo fadhiya kacbada fadhiya inay saxaabad u yimaadaan oo odhan jireen alaa tadcuu lana alaa tastansiru lana ilaahay maada noo baryayn ilaahay maada noo weydiinay gargaar noo weydiinay waana la dhibay nabiga calayhi salaatu wasalaam la odhan jiray ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala falaaxa waxay gaadhaa marka la dhibo oo imtixaan la saaro oo yacnii imtixaanka ay ka gudbaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray iska sabra iska sabra ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan wuu dhammaystiraya ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan wuu dhammaystiraya waxaa dhici jirtay buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadihiina ka horreeyey qofka waa lasoo qabanaya qof baa lasoo qabanaya markaasaa madaxa mishaar laga saaraya halkaasa mishaar laga saaraya mishaarta lagu kala jeexaya lagu kala goynaya oo laba loo kala goynaya diintana ka noqon maayo marka iska sabar buu nabigu yidhi ilaa aad igala kulantaan hawdka igala kulantaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay marka in imtixaan la isimtixaamayo bal qur-aanka alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa ya'tikum mathalu ladiina khalaw min qablikum massathum lbasaa wdaraa wazulzilu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy ma waxaad u malanaysaan oo moodaysaan inaad jannada gelaysaan
من الجنة إسلق الإسلام بأن نوليسان ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يضوا إن إيمان ومديه وروحي كدعي أنبياء بذن بالله إمس النبي بالدلي ودين الله سبحانه وتعالى يوكروا قاضية وإلهي سبحانه وتعالى دين سأقر قارية إمس النبي بالدلي ساقر دمتي مرك الله سبحانه وتعالى سوى مدين الله اللي وحي ليه موحد أم الله إنسان إن الجنة إسلق الإسلام ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وحتابتي او كدعي لب بدن با كدعي دقال الله لولا تقي لب بدن با لوغيستي إلهي سبحانه وتعالى وحويه انتحان انت اللي مالك يعني حتى يقول الرسول والذين أمروا معه متى نصر الله إله رسولك أمد داوتي يددك اللفس على الله يلالين قرمو نصرك الله سبحانه وتعالى إيمانيا وقرس النبي عليه الصلاة والسلام إن مقالة مكة مقالة مدينة يعني حصار لقو سميي واتقاني غسوة الأحزاب أما يوم الخندق واتقانين والنبي عليه الصلاة والسلام قلت كي قليين إلى عروشي سي النبي يعني لا منطقة جاود والنبي عليه الصلاة والسلام يحكو حري النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى مواين عيدنا مواين إلهي سبحانه وتعالى من هو عنته مواين لكن تحان لا تصي يوم دويان نبي وحيو قارهير عروشي سي لا منطقة نبي عليه الصلاة والسلام وريح كحير عروشي سي لا جاود مركو حالو قطابسين يا عمل كالله فيرنا يا الله سبحانه وتعالى وحيو لي ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى وانتحام يا انتحام بالن لني كنا يا وحلك الأوجان يكين عمل كيس وناقصية يا عمل في عن سمي يا عمل في عن ليمن مركنا أوجات ويان دبك سوق سوق جارته أو دين تان جرجار كده كوج سوق جارته أم الله سبحانه وتعالى فيرنا ويان مكن النبي عليه الصلاة والسلام ومدها سوء تجري أولي بالوجود بيجي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام جاي أبو مرك قار كود وقرن إنسان النبي كنت دجال لريمي إلى اللي جبيه النبي عليه الصلاة والسلام مدح الله رفتي أم يعني ديك مدح كيمي النبي عليه الصلاة والسلام قصة روحه وقرن إنسان والنبي عليه الصلاة والسلام سي مسلمين تلو باب إيوه وحلا النبي قوادن تي النبي قوا جيريودي قوادن تي لك الله سبحانه وتعالى كجوابي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلتم على عقابكم ولن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نبي محمد دود انته يا دو غيريو لبا و خل لمد يحيى انبيدي هورو لمد يحيى قد خلت من قبله رسل رسله رب حدثا كتغتي هدي ودنت اما غيريوده مدينتا كبحيسان مدينتا كلابنيسان الى ما انت دغال كدعي و خدو نبي و خلا غارسينيو منافقين تميل بوحي قارسي النبي عليه الصلاة والسلام إلا دري مركز صحابة كمي وكجرة صف وكجرة دبسوا عربي مركز مركز الله سبحانه وتعالى كعانا قفك دين تكنغضة أو دين تكبها إلهي قفك أسمار دبين إبا الله سبحانه مجين وسيجي ساكرين الله سبحانه وتعالى وحقه يعني وحسين يا وعباء المرنة يا ذاتك يعني الشكر إلي ماذا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ملك الله سبحانه وتعالى كله يبضنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون يقتل معه ربيون قرأك الله أخرى ويان بعضنا يعني صحابة نبي لجر ريسي أو النبي لجرتي أو مع النبي للاي أما قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم كبعد ملك نبدا لقارسي أو دقال الله قالي صحابة داس يا نبي وتكلبا وحك السؤال السؤال قارسي وما ينجلعين وما ينجلعين وحي كتاقين الله سبحانه وتعالى حق سكتاقين وحلو بها ينقفك مسلم كاهي إنو قرقار وسيه دينت الله سبحانه وتعالى قف كستو غانكو هي دينت الله سبحانه وتعالى وها في عن ياسيسو ان غانسي سويان وها كلو كميدا تعاون على اقامه العبادات وها لو يقانو ان وقت جلسي ويري ان شاء الله تعالى ان ليسو كالميستو عباده ان لو اوغو عباده هسا او اوغلهيد ان هو كالميسو حدا عباده لا تيمادو او نيكان وانو عباده لا ايمان ان هو كالميسو waxa laga wariyaa tabaqatu al-hanabila kitabka liraado bayshki 304 waxa lagu soo aroornay wuxuu leeyahay jaa anabi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala fi khutbatin khatabaha abu musa al-ash'ari sahabiga isagaahi abdullah ibn qais balla magciisa kale ayaa maali maalma kamid khutbeeyay qol uu khutbeeyay markaasuu wuxuu yiraahdaa taqullaha fiha salaadu ka soo hadlay markaasuu yiraahdaa taqullaha fiha إلهي سبحانه وتعالى سقعب صدق وتعاونوا عليها إلهي سبحانه وتعالى يسهو قرقارة وتناسحوا فيها يسونا سيحية وناق يسو شيئا خيرك يسو شيئا وتناسحوا فيها بالتعليم إنه وحي سبرتان وخيرك سبرتان وناق يسو شيئتان
بالتعليم من بعدكم لبعض قيب قيب تكلينا وناق أشيك توحبرته وتذكير من بعدكم لبعض إن إله سبحانه وتعالى حسسان قلوب قيب تكلى الله سبحانه وتعالى حسسان ما الله سبحانه يا من الغفلة والنسيان يعني هذه قفك وكجره قفلة كجره إن قف قفك لو حسسيه إله سبحانه وتعالى حسسيه فإن الله عز وجل محايا لله سبحانه وتعالى وحبه اللي يهي قد أمركم حين أمري أن تعاونوا على البر والتقوى إن إله سبحانه وتعالى وحين أمري إن إسوك الميسان وناقي الله سبحانه وتعالى كعبستان وحك الله كم إذا تعاون على قيام الليل هذه قيب نغني كم إذا إهابين كتوكته إن دثك الله أن تكون أشيغان وحول لي هاي أبي عثمان الهمداني أياوح لي هاي تضيفت أبا هريرة أحد المتابعين ويان وحان مرتي النقضي أبا هريرة بان أويمي هابين هابين هذا كم إذا مرتي بان النقضي بل لي هاي سبعا يعني تدبها ينبان الجوغي ومرتوها فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقد هذا ويصلي هذا ثم يوقد هذا وحولي هاي أبا هريرة من الجوغي تدبها بين مجري مارك أبا هريرة يهوين تيسا ينك خادمك وها يقول كشقينا يي هبين كلهم بس كعناية إدبا كعاية كانوا كعناية كانوا كعناية كانوا كعناية كانوا كعناية صلاة الليل نبي عليه الصلاة والسلام وحو كت المامي أدا دون إسان جنينا قشان صلاة الليل كنت كذو نبي عليه الصلاة والسلام ليه وحا نبي عليه الصلاة والسلام كسوا درجاتك وحيا اللوه لا إني تاي صلاة الليل كنت كذو ويان مك النبي عليه الصلاة والسلام ميرب ضمكو أماني صلاة الليل كوحا لو يغان مرك أبا هريرة ساسو هانجر هير كيسا مركو سوكا عبين كحاس كيسو كعيناي نينك خادم كيسو كعيناي قلوب قلوب كعينيس مركو حي وحان كقاتو كبرتي إن لي سوكا المستو وحيا الأخير كا إن لي سوكا المستو وحا كمدين والي سوكا المستو في بناء المساجد في بناء المساجد مساجد إن لرسو هدي لغوية ويا مساجد بال لسيا أو ميل بخير لغوها يا وخير بالغ لسيا أو مدرسة لسيا يقفك أهوريا نقطويا لأن الله سبحانه وتعالى قرآن كسوح كل يهي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعلى سبحانه وتعالى ليهي مركو إذا الله سبحانه وتعالى إلغو استعماله إنما أبو استعماله إنما نوح الله استعماله مركا الليلة عيد كلا ومجرته إنت هم ويك ليه أسور ربيس مساجد كوحا عمره أوكلية ومساجد ماذا من آمن بالله واليوم الآخر قف إلهي سبحانه وتعالى رميي قف إلهي سبحانه وتعالى رميي يعني ما ننتي قيامان رميي كبعد صلاة أوغي وسكذب بحيي إلهي سبحانه وتعالى عبصدي تذكر مركب مساعدك السقيمي هذه العلامة تنو علامة إيمان كنا تسويا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات المامي مساعدك وحا صوعا مرة أو يماذا قفك مؤمن كابا يماذا قفك إيمان كاللقى هربا يماذا قفك منافق أو يماذا لكن مركب مصالح مصالح كوها يستويان ومركو مصالح كوها يستو ومسالس كيمانيا هذه مصالح اللي قويو بناكو كبحيا لكن قفك مؤمن كي مرلو بوجوغا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو تلمام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومكو نبي ولي هاي تضبقف با الله سبحانه وتعالى هرقلنيا ما ننتي قيامه تضبقف با الله سبحانه وتعالى هرقلنيا ما ننتي قيامه وما ننتي عن هرجرين هركي سموية بحدث كليه مكن النبي عليه الصلاة والسلام تضبقف وحا كم ذا بليهي ورجل معلق أما قلبه بالمساجد أو كما قال قف قلبي جيس مساجد كحيرا يهي قلبي جيس مساجد كحيرا علمان يحل لي كلما خرج رجع مركز توبه وصول غنايا ظهر بوتو كذا يقول بوتو عبار مركو فردي وحي من لقاري عسركي قلبي جيس مساجد كحيرا يهي عسركي من لقاري عسركي ما رأيه وبحيا والمغرب من لقاري مساجد كهذا قفك إسحاق النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي إنه كم ذي هاي دتك ما أنت قيامها أو هرك جرين ما أنت قيامها هرك جرين النبي وحوت المامي ولا هاي وحلا سود وينيا قرحة لا سود وينيا تدنا الشمس يوم القيامة ما أنت قيامة قرحة لا سود وينيا إلى هل ما إلا كانوا هل ما البقرة لا كانيا مركميل وحلا إلى هذا مركو شرح هذا حديث كأحد من رواد وحلا هاي لا أم عنا لجوضة ميل 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 جت على كانيا أو ميل ميل جته ملكي عادي هو ملكي عادي هو مسافة قرحة لكينيا وحكى لهم ميل إلى هذا هو أنتم ضدكم مكين دكولنا يان قريقة دير والدحق ليوه إن دكوشا كان ميل بالي هذا
انت ان لي بغروح لك ينيا وكنبي عليه الصلاه والسلام وحل دتك ويديديان دتك ويديديان دتك وها كميد قف ديدكيس او غاريو جيركيسي عن او سو غاريو كوبكيسا قف او جلبي سو غاريو قف علوش سو غاريو قف بقرناي ديدكيس ما انت ايدا اهي او الله سبحانه وتعالى لهرتاغن يحي يوم يقوم الناس لرب العالمين وقف لي بينغني كميدي الله هرتاغن يحي الله الله والله سبحانه وتعالى يحي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وما أنت قفل بأو إيمانه يسوع ما نفكست إيمانه يسوع إذا نفتي لك الدور يسوع سدي يعني أن وحلو يقان الله يركو كله نفول بأو حلي أن وحى مسمين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وما عملت وحلي الله سبحانه وتعالى نفول بوحى على سينيا أن وحى مسمين بلاده مركز الله سبحانه وتعالى كل يا مسمين يا مسمين ملايتي نو يري يا مرك ما يا ما يا ملايتي أنا كم كرسوني ما على سمير يا مركم ملايتي بديدي يسجنا وحجري and وحام سمين إلهي سبحانه وتعالى أفكي سبحان جرك سبح الله يا مرك جرك سبح الله يا مركز القرآن كالله سبحانه وتعالى تنام يا وحلي هاي ما هذا وح الله يسا مركز اللي إلهي سبحانه وتعالى بنجاه درسي يمانت ما أنت أيد أهي وما المها قرحة لسود ويا نفتنا قف كدور يسوع أيا وح ويه قف كيسجى وحجري يا and تحدد اللي هركا وسجليا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وحى ونقول برونا يا مقرأ ونقول برونا يا البناء المساجد وهو كشة كان يا مرك إمام بخاري رحمه الله تعالى في صحيحه مركو كهلا باب في تعاون يعني موضوع كهلا وتعاون على البر والتقوى ويان مركو وحى لي هاي باب في تعاون في تعاون في بناء المساجد إن لي سكها الميستو باب كانوا حن كهلا يا بيري إن لي سكها الميستو اسمه ياشا مساجد كذا مساجد كل دسا يه إن لسوك على مستوى. مركزه هو سوق كحي حديث كورنائي حديث كأبا سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه. وحوله هاي كنا نحمل لبنة لبنة. ومركز دسا النبي عليه الصلاة والسلام مساجد كسويان. وحن وحنباريني لبنة لبنة. بارك الله يقانه. and بريكس بلوكاتي 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 منو البقاداي نقول بهالحب سوق هذاي. نقول هالبلوكاتي بسوق هذاي. وعمار عمار بن ياسر وحسن قاده لبنتين لبنتين لبلبو بلوكيتي بسو قاده فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام باركي فينفض التراب عنه مرس نبي وحكت تري عمار بن ياسر بو حكت تري يعني دبر كيسا بو ركت تري كبعد وحوير ويقول وحوير ويح عمار تقتله الفئة الباغية وحد دل دونه يعني كو حد قدبتي يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن عمار بن ياسر واحد دير دون كوح تذكر مسلمين تكمي ده وفتن تذكر صحابة كنال علويان وهذا مجال إنك قهر الله نوحين مركا حديث كاسوح ونطسع ياسدي ليسو كالمي سنعي مساجد النبي عليه الصلاة والسلام بالدسعي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كود أواروين من انت فريستان مؤران هبلي هبل باشغل كل ماه هبلي هبل باوشان قبنا يماها كل قعنت كوتان عمار بن ياسر النبي عليه الصلاة والسلام قول كيسا وحا لقفا إذا سنة يا نبي يعني أبشاري إنه جنة قليه لأن الظلم بالقود لي يا بلي نبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تذكوه ريو الله قفدنا دينة الإسلام بكمدها بكمدها ما كان نبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يسي كبار كويان مركاسي وحي هيان هوشي قبنا يان ويو قعنت قبنا يان وهوشي قعنت كويان waxay isu kalmeysanayaan waxa way khayr ka weeyaan in qoro gaar ah wasaxano saalax yeen u deena ma khayr be saalax ay bilaabeen gacan lagu siiyo hadii ay in gacan ay ku siin lahayn umaray may maanta hawsha ay isu keen lahayeen mar gacanta ay isku siiyo wixii wanaaga hadii aan gacan isku siino waxaan helayn maanta khayr badan baan helayn waxa kamid ah in la isu daarmo yaani la isu kalmeysto ee majalka dalabul ilmi ilmiga dalab raadintis ilmiga in la raadiyo iyo kutubta yaani la qorayo oo kale iyo waxyaal noocaas oo kale in la badiyo ciyaalka marka quraanka la baray in walaaqo loo sameeyo gaar ah in jeebka ka bixiso in ma taqaan ciyaalka dadka aan lacagta haysan midalan dugsiyada ciyaalka lacagta laga qaado lacagta waalidku haysan in aad u ka bixiso waxyaal noocaasna waxa weeye waa daacwada diinta weeyaan waxa kamida marka arinka noo cadeeyay Umar radiyallahu ta'ala anhu waxaan isku dayna boobsi insha Allah Umar radiyallahu ta'ala anhu baa wuxuu leeyahay kuntu wajarun li min al-ansari aniga iyoni ansaarta kamid aha ragi ansaarta ah lagu yimi magaalada madan lagu yimi aws iyo khazraj oo nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam gacanta siiyay ayaan daris baan ahayn buuri waxaanu deganay buuri
magaalada Madina geeskeeda aan deganeyn marka magaalada ka baxsan yihiin wa kunna natanaawabu nuzula ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waxaan u kala gooraysan jirnay oo qof mar uu tagi jiray nabiga xagiisa maanta Umar waxa tagaya Umar radiyallahu ta'ala anhu birna waxa tagaya ninka dariska saaymaraya marka wuxuu leeyahay waxa uu leeyahay marka fayanzilu yawman wa anzilu yawma maana isaga tagay maana aniga tagay fa idha nazaltu markaan dawo nabiga alayhi salatu wa salaam tago jiituhu min khayri dhalik min khabari dhalik waxaan u keenayay maalinta wixii waro soo dhaca waxa iga soo daga nabiga alayhi salatu wa salaam waamirtiisa nabiga alayhi salatu wa salaam ayuu reebayo hadalada nabiga alayhi salatu wa salaam waxa looga hadlayo ayaan soo qaadi jiray u keenay jiray buu yiri wa idha nazala markuu isagu maalintu baxana fa'ala dha mithla dhalika wuxuu sameyn jiray taas oo kale yacni waxaa la isu kaalmaysanaya laba nin baa isu kaalmaysanaya masalan masaajidka tafsiir baa ka socda maalin baa laga yaabaa inaad shaqayso ninkana waxa laga inuu shaqeyn baa laga yaabaa inaad tiraa maalintan shaqaynay ii soo duub cajirkaygii ama taleefonka igu soo xir waxyaa noocaas oo kale waxa weeye waxyaa la isu kaalmaysanayo diinta alla subxaana wa tacaala waxa fiican la badiyo tafsiirka markuu masaajidka ka socdo iyo khayr ka socdo in la sameeyo wasaa'il badan baa jirta kolanaga xagga laga isticmaalaa telefoono la soo xir xaafadda ku xir mid kale ku sii xir mid kale ku sii xir waxaa laga yaabaa masaajidka marka tafsiir uu ka baxayo inta fadhida inay laga yaabo la ka badnaadaan kuwa dhageysanaya oo dabada ka dhageysanaya waxyaala noocaas oo aa samaysa waxay yihiin waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala lagu dhawaanayo oo qofka la doonayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaado xadiiskan tilmaamay riwaayad kale oo tayaaliisu uu warinayo wuxuu leeyahay yaxduru rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam idaa ghibtu markaan ka maqnahay nebigu xaadirayay wa axduru idaa qaaba markuu isagoo maqaya anaa tagayay wa yukhbirunii wa ukhbiruhu isna waa isoo warramaya ana uu soo warramaya marka waxay isu kaalmaysanayaan wanaagii iyo khayrkii isu kaalmaysanayaan waxaa kaloo ka mid ah in la isu kaalmaysto wax kastoo la samaynayo waxaa ka mid ah munkurka la iska reebayo hal wax aa samaysay baa laga yaabaa intaasoo qof ina wanaag ka helaan wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku leeyahay إن الله سبحانه وتعالى لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة هل جمون هل يعني فلار كلية فلار تلقو تورة عدو ولقو تورة كلية بقى لقيا بقى إنا صدق قفت النخو قلان فلار تلا سميي بقى صدق قفت النخو قلايان وفي النبي عليه الصلاة والسلام الحلية هي هاي سامعه يحتسب قفك سمينا يا دو يعني احتساب لي ما هذا وهو سمينا يا فلارتي أم قرقي بسمينا يا wuxuu ixtisaab buu samaynayaa ixtisaabna waxaa la yidhaahdaa qofku in ilaahay subxaana wa tacaala camalka uu sameeyo loogu dhawaanayo wuxuu nabiga xadiisku leeyahay man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qofkii istaaga ramadaanka qofkaasoo iimaan laga helay ixtisaabna laga helay ixtisaabna waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala camalka aad samaynaysid oo inuu ikhlaas kaaya ilaahay ka rajaynaysa inuu khayr kaa siiyo man saama ramadaana iimaana waxtisaaban sidoo kale marka qofka noocaas oo kale kan sameeyey iyo waraami bihi kan tuuraya iyo qofka u hagaajinaya u dhidhiibaya kulli saddexda qof waxay ku helayaan jannada ay ku helayaan hal camar oo hal camal oo qof soo diyaariyay haddaynu la shirkowno oo gacan ka geysano oo aynu la wadaagno waxaa laga yaabaa intaas oo qof inay khayr ka helaan waxaa ka mid ah waxyaala la doonayo anu inta badan ka badbooday insha allah alqiyaamu bixuquuqi lmuslimiin dadka muslimiinta xuquuqdooda in loo istaago dadka muslimiinta xuquuqdooda in loo istaago waxyaalaha social serviceka loo yaqaan weyaan waxyaala noocaas waxyaalaha khayrka badan lagu helo weyaan ma nabiga calayhi isalaatu wasalaam حديث إمام أحمد في مسنده كوسو ساري وحول ليه هاي حديث كعبد الله بن السهل بن ابن حنيف عن أبيه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله قفكي كو يعني كالميه قف جد الله سبحانه وتعالى كد قالميه قفكي كالميه أو غارما في عسرته أما قف ديميسا وأن اسكبه حنكر قفكي يعني قعان كسيه أظله الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله إلهي سبحانه وتعالى هربوا قلنا يا مانت قيامة وهرجرين هرك سموية وفرسو قف جد إلهي سبحانه وتعالى أسعده تهد مانت لقبنا أيه يا مؤتمر كان لقبنا يا مانت ولا لو صوت ياريين إلهي سبحانه وتعالى ميسان كده أقدر حساتك وحويان وجاهد في جهاد في سبيل الله ويان والجهاد في سبيل الله ويان هذين كوكال ما يصنه وحكى الإسكندر في باورتنا أوكي نردتك وصغاتا xaafadaha ka soo waray lagaado ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaas qiyaamaha oo loo baahan yahay ayuu ku gelinaya halkaasoo gelinaya marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay qofkii dayn qaba
قفك الدين يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام وحورن جري قفك الدين لقول لي هاي علي وإلي قفك أنت دين لقول لي هاي هيركي سي عروتي سي دين تيسو أنا أسكلي بنبي أورن جري أنا قادم أورن جري النبي عليه الصلاة والسلام أنا أسكلي بنبي أورن جري بركو قلتك مسلمين تاوحا في عين كف كران ومدى كلامة تقنى همومتو إن كف كران وي لأن تلتك مؤمنين تاوحا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المامي كالبنيان كالبنيان يسد بعضه بعضا dadka muuminiinta ay waxa weeye dhismaha kale qayb qaybta kale saa isugu dhajiraan malak la marma dhismaha dad qaybtan siibo qaybtan wadhaysa marka nabiga kaleey salaatu wa salaam waxa uu leeyahay dadka muuminiinta ay waa sida dhismaha kale nabiga kaleey salaatu wa salaam laba gacmo isdhex gasho marka taa isugu dhaweey marka qofka deynta lagu leeyahay hada iska caafiso u dhaafto oo yaani ilaahi subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha wuxuu ku galnaa harkiisu ku galnaa bal waxa soo arortay نبى إله سبحانه وتعالى حلقي نبى جريو لي مكا مركي حلقي حساب تبى حساب لواي لين عنارة اللوك هي مركز وحش شيء كليه هل عمل بوشيء هل كعمل وشيء تبى وحها وحن قاعد سين جلا وقر قاري بجري نبى دين كلها دين تي من وعفية فراح كقال أما دسك مركب حيق قاتان ودين تيق قاتان فأنا سقى عفين جلا قف كمطر معصر قف كسقى نبي عليه الصلاة والسلام في أنا جا كاجا حق بدن إن أخوض أفه ilaa subhanahu wa ta'ala wuxuu aniga kaga xaqbadan inaan ku dhaafo sidii aan kula wacfi marka ummadu inay isu gargaaraan oo gacan la isu siiyo oo taawun ala birri wa taqwa ay ka dhaxayso wax loo baahan yahay weeyaan aba saciid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu baa wuxuu leeyahay yaani soo tinaamay sidii dadka muslimiinta ay isu gargaari jireen baynama nahnu fi safarin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam quran anagu safar ku jirno oo nabiga alayhi salatu wa sallam la joogno id jaa rajulun ala rahilati lah قف باصو قال جالس يسارن فجعل يصرف بصره يمينا وهو بلا بي إنه نك به أو فيرنا يه ني يعني دبعت سبوها مركا رجع بصو بحجلي وهو بلا بصان وما تقن ريو سيقف به كم وقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بمركب وحجري من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له qofki gaadi dheerada haysta haw ciiriyo qofkan gaadi haysan qofki gaadi dheerada haysta qof baa laga yaba laba gaari inuu haysto oo safar lagu jiro nina wuxuu qaad ka haysta waay reerkiis ku qaata waay qofka walaalka iska si waxa nabiga kaleey salaatu wasallam waman kaana lahu fadri aan usumalaynay hatta raayna annahu la haqqa li ahad minna fi fadl ila aan usumalaynay inaan anagu maartay waxba kala lahaynba nabiga kaleey salaatu wasallam hebel hebel waxa siya waxa dhigay suulaha wa waxaan u soo malaynaa inaan waxba kala lahayn wixii anigu aan lahayn adigu leedahay inuu isagu leeyahay baan u maleey heerkaas aan gaarnay buleeyahay nabiga kaleey salaatu wasalam hadiska markii ay sharaxayaan ayuu waxa leeyahay wa fi hada hadithi hadiskan waxa ku sugan al-hasu ala sadaqati in la isku baraarujiyo la isku booriyo sadaqada wal judu wal muwasat wal ihsan ila rufqati wal ashab ya in la sukaalmeesto oo la isxiririyo oo wax la isiiyo wanaag la sameeyo dadka markii isla socdaan oo ay wada joogan in wax la siiyo wayan waxa kale oo kamid aan ku soo gabagabeynaya nabiga kaleey salaatu wa salaam u leeyahay hadis aba darr warnaay radiyallahu ta'ala anhu qaal qultu ya rasuulallahi nabiga kaleey salaatu wa salaam ba waxaan ku yiri amal la sameeyo u fadli badan amal la sameeyo ma u fadli badan wuxuu nabiga kaleey salaatu wa salaam ku jawaabay al iimaanu bihi wa jihaadu fi sabilillah iimaanka allah subhanahu wa ta'ala iyo jihaadka fi sabilillah ya markaas waxaan ku yiri ka waran hadii aan waxayn marka nabiga waxa sameeyso ulaha buuxu soo dameysii nabiga kaleey salaatu wa salaam تعين صانعا وحنو قرقاريسا قفكي ما حسمينا يلاك وحي أسمينا يعني أنصف عنو أقون قفكا إساقا يحلف بغان لهين وقرقارو قعنكسي وحسوق النبي عليه الصلاة والسلام صحابة اسمك لقورنا يو إمام البخاري وحو كله يسيحيسا أبا موسى أشعر سوء كورنا يا عبد الله بن قيس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام محيري إن الأشعريين ashariyin tiraga loo yaqaan ragii yaman ka yimid nabiga kaleey salaatu wa salaam sahabadiisa kamid aha dadka ashariyinta ahi ida armalu markay busaaradsadaan fil ghasw aw qallada aamu iyalihim amar ay ka yaraato xilliga duulaanka dagaalka la aado markay wax yaani ay wax waayaan ama xilliga la joogo markay caruurtooda cunto u waayaan waxay sameen jireen jamacu ma kana indahum fi thawb wahid niwalaba waxa u haysto meel isuu keenay jir shan reer baa wada degan shan taareer waxa laga yaabaa reer kamina laba reer kamina waxba haysan waa la isugu yeeray in walba wax haysta keeno shan boqol ninkeena in boqol keeno laba boqol keeno meel baa la isugu keenaya
مركب وحول لي هاي أن جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية كبعد بكل غيب سنجرين كبعد بكل غيب سمايان سسي من بكل غيب سمايان مركب حديث كاسنا وحول نوت نامي أن سري أي هايام سحاب النبي عليه الصلاة والسلام مركب هذه القصة هذا الله رنتي آدي آد بمارتي وبلنتهاي een hadroyinka een mowduuca wixii ku soo aroray oo in la iska halmeysta een waxaan majaalka u baneynaa insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Razzaq Sanaani rahimahu Allah ta'ala yahfidhu Allah ta'ala oo raga ma taqaan culimada kamida oo iga dambeeyay insha Allah ta'ala inaan ka siiyo majaalka wax ka siiyo nafteeda tiinana waxaan u daarmayaa inaan isu kalmeysano wanaaga iyo inaan isu kalmeysano khayrka waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bareyna jamaacan maanta isugu nimi inaan noo damidhaafo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bareyna maalinta qiyaamaha nabiga kaleey salaatu wa salaam ku xudisay naga madigo waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka wadiisayna amalkan raga soo diyaariyay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanad ugu daro intana isu timina in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhimaafo wajzaakumullahu khayr wa salaamun alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.